مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم أنا بالإعداد والتقديم الدكتورة نور محمد علي، طبيبة اختصاص. نستضيف ببرنامجنا أطباء من مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك نستضيف مسؤولين من وزارة الصحة حتى تتعرفون على آخر منجزات الوزارة. تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا، للحديث أكثر حول الصحة النفسية اليوم معنا بالاستوديو الأستاذ الدكتور نصيف الحميري، رئيس المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي في البورد العراقي. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، الصحة هي لا تعني خلو الجسم من الأمراض، لكن أيضا تعني أنه السلامة الجسدية والنفسية. ماذا نعني اليوم بالصحة النفسية؟ الصحة النفسية هي يعني مفهوم واسع حقيقة، أيضا مثل ما قلنا أنه الصحة لا تعني الخلو من المرض. الصحة النفسية هي لا تعني مجرد الخلو من المرض النفسي، وإنما هي حالة من الرفاه النفسي يستطيع بموجبها الشخص أن يتكيف بشكل جيد مع المجتمع اللي يعيش به ومع الظروف اللي يعيش بها، ويستطيع أن ينتج ويقيم علاقات اجتماعية جيدة، يحترم ذاته ويحترم الآخرين، يستطيع أن يعبر عن قدراته إلى يعني الحد يعني المقبول والمعقول، وبالتالي يحقق ذاته. نعم. كيف تنشأ هذه الأمراض؟ وشنو هي العوامل اللي تأثر بهذه الأمراض؟ الأمراض النفسية عادة تنشأ نتيجة عوامل عديدة، ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. نعم. أكو عندنا عوامل مهيئة للإصابة بالمرض النفسي. يعني أكو شخص عنده مثلا عوامل وراثية، عنده مشاكل تكوينية بالجهاز العصبي أو مشاكل كيميائية أو يعني أمور أخرى، التربية، طريقة التربية، التجارب اللي يمر بيها، الظروف، شقد المجتمع اللي عايش به يلبي حاجاته ويرعاه بشكل صحيح أو العكس، هذه كلها ممكن أن تخلي يعني مهيئة للإصابة بالمرض النفسي. تجي المجموعة الثانية من العوامل اللي نسميها العوامل المرسبة، واللي هي غالبا ما تكون ضغوط نفسية شديدة أو صدمات نفسية أو أحداث معينة تسبب أنه الشخص يصبح مريض نفسيا. بعد إصابة الشخص بالمرض النفسي هناك عوامل أخرى نسميها العوامل المديمة، اللي هي يعني هذه ممكن تخلي المرض النفسي يطول أكثر من اللازم، مثلا توفر العلاج الجيد، الرعاية العائلية، الرعاية المجتمعية، طريقة التعامل مع المريض وهكذا. نعم دكتور، ما هي الأعراض والعلامات اللي ممكن تدل على وجود مشكلة نفسية عند شخص معين؟ الحقيقة هي يعني أكو كثير من الأعراض والعلامات، يمكن صعب علينا أنه يعني نحكيها الآن في هذا الوقت القصير، بس بشكل عام ممكن تكون تغيرات في المزاج، يعني قد يكون مثلا الشعور بالاكتئاب. دكتور ناخذ هذا اتصال، عندنا ابو محمد من ميسان، تفضل اخ ابو محمد. السلام عليكم دكتوره. الاخ ابو محمد تفضل. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله. سلام اليك، اليك وضيفك الكريم. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بك. اللهم ربي يحفظك دكتور. دكتور عندي طفل عمره 12 سنه. نعم. يعني هاي صار 12 سنه تعبت من عده حاله بالاعصاب. واختريت به لا مدينه الطيب لا المحافظات لا الوزارات. نعم. ما صارت كل شهر دكتور، والله وانتم يعني من خلال هذا البرنامج قناه الايام يعني علاجي خلص وسبيران، وانا هسه اعصابي انهارتي، صارت في حاله نفسيه يعني انتهت، ما عندي اجيب له علاج. الله وانتم يعني انا ناشدت المكتب الوزير ما سوى لي شاره، ناشدت النادي الطيب الوزارات علاج بيران، وانا ما اقدر اجيب له علاج يعني، والله وانتم والناس الخير تسمع صوتي. وحضرة الدكتور اذا ابي مساعده للطفل علاج، ما له علاج بالعراق، يعني هذا صار لي شهر افتر له علاج بيران وانا ما عندي، قاعد تجاوز. يعني المريض مشخص، المريض مشخص بس ماكو علاج بالعراق؟ اي والله ماكو، والله كفيلك الطيران هذا صار بيران اجيب الشيشه 200,000 اخذ ثلاث خطرات بالشهر 600 وما عندي انا. والاخ ابو محمد من خلال هذا البرنامج انا بدي علاج مال ثلاث شهور. نعم. اربع شهور بس قوموا لي بالواجب، وانا ممنون لكم دكتور. نعم. الاخ ابو محمد شكرا لاتصالك، اتمنى تترك رقم تليفونك وتفاصيل الحاله بالكنترول، وان شاء الله راح يتم التواصل من قبل وزاره الصحه مباشره، شكرا جزيلا. نكمل كلامنا دكتور. نعم. حول اهم الاعراض والعلامات. اهم الاعراض. نعم. فقلنا الاعراض يعني بالمزاج اولا. نعم. ممكن يكون اكتئاب، ممكن يكون قلق، توتر، عصبيه،
فشيء يعني خارج عن الحدود المألوفة. طبعا كل إنسان ممكن أنه يمر مثل هذه الأمور، بس يعني بشكل معقول ولمدة زمنية يعني أيضا قليلة. نعم. بس من تكون المدة الزمنية طويلة، من تكون الأعراض أزيد من اللازم، هذه معناها أكو مشكلة نفسية. يصير مرات خلل بالتفكير، يعني أفكار غير طبيعية يحكي بها المريض، أو بالمدركات، يعني مثلا هلاوس سمعية أو هلاوس بصرية. مثلا يصير اضطراب بالنوم، يصير اضطراب بالشهية، يصير مثلا اضطراب في قدرة المريض على أداء عمله، على علاقاته الاجتماعية. هذه كلها مؤشرات على أنه المريض قد يعاني من حالة يعني نفسية تحتاج إلى أن يستشير طبيب مختص. نعم دكتور، خلينا نتكلم عن النواقل العصبية. نعم. اللي هي نيورو ترانسميترز، كيف تؤثر هذه الكيميائية وهذه المواد بالحالة النفسية وبالأمراض النفسية؟ احنا يعني نعرف أنه النواقل العصبية مهمة جدا لوظيفة الجهاز العصبي. والوظائف النفسية اللي يقوم بها الجهاز العصبي تعتمد بشكل رئيسي على النواقل العصبية، مثل مثلا السيروتونين. نعم. الدوبامين. نورابينفرين وغيرها. نعم. يعني طبعا اكو نواقل كثيره، أنواع يعني كثيرة. لكن هذه المشهوره، فهذه قد تكون الزياده او النقص بها ممكن ان يسبب مرض نفسي. نعم. وعلى هالاساس يعني وضعت واكتشفت الادويه النفسيه حتى تصحح هذا الخلل وحتى تساعد المريض ان يشفى من المرض. نعم. اللي يعني هي بعض الامراض النفسيه يكون ارتفاع في معدل بعض هذه. نعم. النواقل العصبيه وقسم. نعم. منها مثلا مرض الفصام يزيد الدوبامين. نعم. بينما مثلا بالاكتئاب يقل السيروتونين وهكذا. نعم. خلينا نتكلم دكتور عن الاكتئاب. نعم. هو مرض من الامراض الشائعه، من الامراض النفسيه الشائعه. نعم. خلينا نعطي اليوم متابعنا بعض التفاصيل الهامه حول هذا الموضوع. نعم. الحقيقه الاكتئاب هو من الامراض النفسيه المهمه جدا. مثل ما تفضلتي، لانه شائع جدا. نعم. ويعتبر يعني حتى بدراسات قامت بها منظمه الصحه العالميه، يعتبر تقريبا بالدول المتقدمه هو المرض الثاني من حيث الخسائر الاقتصاديه اللي يسببها للبلدان. نعم. وبالدول الناميه الرابع، ويمكن هسه وصل الى ايضا صار الثاني. فهو احد اسباب المرضى بالعالم، وعدد المصابين به كبير جدا خصوصا النساء. نعم. يسبب معاناة كبيرة. طبعا تقريبا 15% من المصابين به ممكن أن ينتحرون. وبالتالي هو مرض يسبب الكثير من المشاكل للمجتمع، ويجب الاهتمام به. ودول العالم الحقيقة تهتم كثيرا بهذا المرض وبتدريب الأطباء على التعامل بهذا المرض. نعم. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره ثانيه، نكمل حديثنا مع الاستاذ الدكتور نصيف الحميري حول موضوع الصحه النفسيه. دكتور، تكلمنا عن الاكتئاب، نحب تفاصيل اكثر، ما اعراض الاكتئاب ولماذا يحدث؟ هاي التفاصيل نحب نطلع اليوم متابعنا على هالموضوع. نعم. طبعا هو الشعور بالاكتئاب يمكن كل انسان يجربه. نعم. بس يعني هذا ما يعني انه هو مريض به. اعراض الاكتئاب يجب ان تكون بشده بحيث تسبب معاناه للمريض وان تستمر لفتره ما تقل عن اسبوعين. اهم اعراض الاكتئاب هو هبوط المزاج، يعني الشخص يحس انه معنوياته مو تمام، هابطه، مثل يعني هو شعور يشبه الحزن تقريبا. يشوف انه ما عنده واهس، ما عنده خلق يسوي الاشياء اللي كان يسويها قبل، ما عنده طاقه، يحس نفسه تعبان مرهق، يحس نفسه اقل من الاخرين. الشهية مرات تنخفض، يصير قلة بالنوم، صعوبة بالنوم. ما له خلق يسوي العلاقات الاجتماعية اللي معتاد عليها، يميل إلى الانعزال. وطبعا قسم من المرضى توصل بهم الحد إلى أنه يبدي يتمنى الموت، ويبدي يفكر بالانتحار. ومثل ما قلنا 15% من المرضى قد ينتحرون. نعم. دكتور، نتكلم عن الأمراض الأخرى غير الاكتئاب. نعم. هناك أمراض عديدة ايضا. نعم. امراض نفسيه وشائعه ايضا بمجتمعنا او حتى بالمجتمعات العالميه، نحب اليوم نتعرف عليها ونعرف متابعينا. هي طبعا اكثر الامراض شيوعا هي اضطرابات القلق والاكتئاب. اضطرابات. نعم. القلق يعني عديده. يعني مثلا عندنا اضطراب القلق العام، اضطراب الهلع، اضطراب القلق من المرض، يعني واضطرابات اخرى شائعه جدا بين الناس. قسم يجون للعلاج وقسم يتعايشون وياها. نعم. رغم المعاناة. لكن هي بالحقيقة يعني عند الكثير من الناس تسبب
معاناة شديدة. نعم. الاكتئاب مثل ما قلنا أيضا يصيب الكثير من الناس، يعني تقريبا 5% من أفراد المجتمع، وخصوصا النساء قد يوصل إلى 25%. عندنا الاضطرابات الذهانية مثلا مثل الانفصام. نعم. والاضطرابات الذهانية الأخرى هذه أيضا يعني تصيب تقريبا 1% من الناس. عندنا اضطراب المزاج ثنائي القطب أيضا يعني يصيب تقريبا 1% من الناس. عندنا الإدمان مثلا، مشاكل الإدمان أيضا مشاكل مهمة اللي الآن بدأت يعني تقلق الحقيقة المجتمع العراقي. ويعني اضطرابات أخرى يعني كثيرة، يعني حتى بين الأطفال أكو اضطرابات نفسية. موجودة في كل الأعمار حقيقة الاضطرابات النفسية، موجودة بين الكبار مثلا يصير عندهم ايضا مرض الخرف وغيره من الامراض النفسيه. نعم. دكتور، بالنسبه للاكتئاب ما بعد الولاده، نعم، العديد من النساء تعاني من هذا الموضوع، خصوصا احنا كاطباء نشوفهم بعياداتنا يعانون من هذا الموضوع، ما يعرفون انه هذا مرض او مشكله ممكن تسبب لها مشاكل حتى في عائلتها. نعم. هل للهرمونات علاقه بهذا الموضوع وشنو اسبابه وشلون؟ بالتاكيد هو له يعني عده اسباب. الهرمونات، التغيرات الهرمونيه اكيد هي واحده من عدها. لكن ايضا ممكن يكون السبب هو مثلا عوامل وراثيه، ظروف الولاده، شخصيه، طبيعه شخصيه المراه. واضطراب يعني الاكتئاب ما بعد الولاده اضطراب شائع، تقريبا 10% من النساء بعد الولاده يصير عندهم هذا الاضطراب، ولذلك يجب الاهتمام به وتشخيصه، لان هواي مرات يعني ما يشخص هذا الاكتئاب وتبقى المراه تعاني، و يعني ممكن هذا المعاناه تاثر على طفلها وعلى عائلتها ايضا. نعم. دكتور، نتحدث عن موضوع الوصمه، الاستيغما. طبعا للاسف العديد من الناس بمجتمعاتنا حتى بعض المثقفين واصلين على مستوى عالي من التعليم يرفضون زيارة الطبيب النفسي ويعتبروها إهانة لهم، انه تقولهم انه انت محتاج الى مساعدة نفسية، على يعني على الرغم انه كل العالم عندهم اطباء نفسيين ويراجعون طبيب نفسي بشكل طبيعي. نعم. فكيف نحل هذا الموضوع؟ هي مشكلة الوصمة انه يعني المرض النفسي الحقيقة يعني اكو كثير من الافكار السلبيه والافكار الخاطئه. نعم. تدور حول المرض النفسي وحول العلاج النفسي. يعني للاسف لا زال مجتمعنا مثلا يفكر بامور خرافيه وينسب الها الامراض النفسيه. نعم. مثلا التلبس بالجن والحسد. نعم. والسحر وغيره من هذه الامور. وهذه يعني الحقيقه العلم تخطاها، والامراض النفسيه هي امراض مثل الامراض الاخرى. نعم. والها اسبابها ومعروفه اسبابها يعني للاطباء وللعلماء. الشيء الاخر هو انه اكو افكار انه المريض النفسي هو شخص غير يعني طبيعي، انه شخص خطر مثلا، ما حد يريد يقترب منه، انه المرض النفسي يعني خلص الانسان يصير عنده مرض نفسي بعد ما يطيب وراح المجتمع يعني ينبذه. ايضا افكار حول العلاج النفسي، انه العلاج النفسي مضر، العلاج النفسي يسوي ادمان، العلاج النفسي يدمر الدماغ اذا المريض اخذ علاج نفسي بعد ما يقدر يتركه. نعم. وكثير من هذه الافكار السلبيه اللي هي غير صحيحه وغير علميه، فتخلي الناس شوي يتهيبون من زياره المريض النفسي، بالاضافه طبعا للفكره المجتمعيه العامه عن المريض النفسي اللي تخلي كل انسان ممكن يتهيب ان يروح الى الطبيب النفسي. ولكن انا يعني الاحظ انه بالسنوات الاخيره هذه الفكره بدات تقل، وحقيقه كثير من الناس دي يقصدون الاطباء النفسيين. وهذا شيء جيد، لانه بدا يصير يعني تثقيف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال القنوات التلفزيونيه، بدا يعني الناس يدركون اهميه مراجعه الطبيب النفسي واهميه العلاج النفسي. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. نكمل حديثنا دكتور اليوم حول الادمان الان، هل هو من المشاكل النفسيه وما انواع الادمان وكيف يؤثر في صحه الفرد والمجتمع؟ طبعا احنا بدنا نحكي عن الادمان على المخدرات بشكل رئيسي. طبعا هو مشكله عالميه موجود في كل بلدان العالم، موجود في كل الدول المحيطه بالعراق. الادمان هو مشكله كبيره، مشكله تاثر على المجتمع. الادمان هو يعني يؤذي الفرد بدنيا ونفسيا واجتماعيا. نعم. واقتصاديا ايضا. لانه الادمان حقيقه يدمر الصحه، ينشر قسم من الطرق الادمان انه تنشر
بعض الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الفيروسي والإيدز وغيرها. الشيء الآخر أنه هو يعني يسوي أمراض نفسية كثيرة، ممكن يسوي اكتئاب، اضطرابات قلق، ذهان غيرها، يدمر شخصية الفرد. أيضا يسبب مشاكل للعائلة، لأن الإدمان هو أحد أسباب العنف العائلي، يعني سواء ضد الزوجة أو ضد الأطفال. أيضا يعني يسبب المشاكل الاقتصادية للعائلة، لأنه المدمن يبدي أنه ما يشتغل وما يقدر يؤدي دوره الاجتماعي، يهمل عائلته، يهمل أطفاله، فبالتالي الإدمان مدمر للمجتمع. المشكلة الإدمان بالعراق بدأت تنمو يعني بعد الاحتلال الأمريكي وبعد المشاكل المعروفة، يعني المشاكل الأمنية وانفتاح الحدود وغيرها، وإلى أن يعني بدأت الأمور تنتظم بالعراق وبدأت القوات الأمنية تؤدي دورها، يعني أصبحت هذه المشكلة يعني منتشرة وللأسف بدأت تنمو، ودخلت لنا مواد لم تكن معروفة سابقا، وأهمها الآن هو الكريستال ميث اللي هو أصبح منتشر كثيرا في العراق، والصفر واحد أو الكبتاغون والحشيش وأنواع أخرى على درجات أقل، لكن الأكثر مشكلة الآن هي مشكلة الكريستال ميث. دكتور، بالنسبة لعلاج الإدمان لاحظنا بالآونة الأخيرة افتتاح لعدة مراكز لتأهيل المدمنين، كيف سيؤثر هذا في تطوير الواقع الصحي في العراق؟ الحقيقة موضوع الإدمان يجب التعامل معه على مستويين. المستوى الأول هو الحد من يعني تواجد المواد الإدمانية، وهذا مسؤولية القوات الأمنية يعني، وطبعا هو أيضا مسؤولية مجتمعية، يعني الكل يجب أن يساهم بها. والشيء الثاني هو مسألة العلاج والتأهيل. علاج الإدمان يعني موضوع معقد، موضوع صعب، موضوع طويل، يحتاج إلى مؤسسات متخصصة، وهو يعني الحقيقة بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التوقف عن المواد ومعالجة تعاطي المواد ومعالجة الأعراض الانسحابية، وثم تتبعها مراحل تأهيل يعني متدرجة حسب تحسن المريض. المريض المدمن عادة يحتاج بين يعني سنة إلى سنتين حتى يشفى دماغه ويرجع بشكل طبيعي، لأنه الإدمان يغير الدماغ ويغير من يعني فسلجة الدماغ، وبالتالي لما يترك المريض وحتى يصير زين يحتاج إلى هذا الوقت الطويل. هذا الوقت محتاج إلى رعاية صحية، إلى تأهيل، وهذا ما الآن وزارة الصحة تقوم به من خلال إنشاء يعني المؤسسات العلاجية. والحقيقة يعني جهد كبير تقوم به وزارة الصحة في هذا المجال. دكتور، نتحدث عن الطب النفسي بالعراق، تاريخ هذا الاختصاص بالعراق كيف بدأ وكيف هو واقعه الآن؟ الحقيقة هو الطب النفسي يعني إلى تاريخ طويل، يعني يمكن هو من زمن العباسيين، يعني ابن سينا وغيره من الأطباء المشهورين كتبوا عن الأمراض النفسية وغيرها، وأنشئت مصحات نفسية ربما في بعض الأماكن. ولكن بالنسبة للعصر الحديث، الحقيقة أول دورة تخرجت من كلية طب بغداد في سنة يمكن 32 أو 1932 أو 33 ما أتذكر، كان أحد الأطباء الخريجين الدكتور جاك عبودي، هو أول طبيب نفسي بالعراق. وأحد اللي إلى بغداد، أحد الأطباء الألمان اللي هربوا بعد الحرب العالمية الثانية وإجا للعراق أيضا ودرس في كلية الطب، وصار يعني طب نفسي بالعراق، وصارت حتى مستشفيات أهلية، يعني كان مستشفى أهلي مع الدكتور جاك عبودي، وكانت أكو ردها نفسية في المستشفى الملكي وبعدين صار الجمهوري، وثم أنشئ مستشفى الرشاد في الخمسينات اللي هو كان خارج بغداد، مستشفى كبير لمعالجة الأمراض النفسية المزمنة، ثم أنشئ مستشفى ابن رشد في بغداد في يمكن الستينات أو السبعينات، وثم توالى إنشاء الردهات النفسية في المستشفيات العامة، والآن موجودة ردهات نفسية تقريبا في كل المحافظات، وأكو اتجاه أيضا يعني تعزيز هذه الردهات ب يعني مستشفيات جديدة وبردهات يعني أوسع وأكبر. نتكلم دكتور الآن عن العلاج النفسي، شنو أنواع العلاج النفسي وكيف يتم طريقة العلاج للمريض؟
العلاج النفسي أنواع كثيرة جدا، هو ممكن يقسم إلى علاج فردي يعني المريض مع معالج، وإلى علاج عائلي يعني معالجة العائلة كلها، وأكو علاج للأزواج يعني الزوجين مع المعالج، وأكو علاج الجماعي يعني اللي هو مجموعة من المرضى يسوي لهم جلسات علاجية. وطبعا أكو أنواع كثيرة، أكو علاج نفسي يسمونه تحليلي، أكو علاج معرفي سلوكي، أكو مدارس كثيرة بالعلاج النفسي حقيقة. إضافة للأدوية أكيد طرق أكيد الدوائية. الأدوية يعني إذا أحكي عن العلاج النفسي الميزة عن العلاج الدوائي، طبعا أكيد العلاج الدوائي أكو أدوية لكل الأمراض النفسية تقريبا، أكو أدوية مضادة للاكتئاب، أكو أدوية مضادة للدهان، أكو أدوية مضادة للقلق، أكو أدوية مثبتة للمزاج. الحقيقة هو معظم الناس يتصورون أن الأدوية النفسية هي مهدئات فقط، وهذا خطأ. لا، الآن الأدوية النفسية تطورت كثيرا وأكو أنواع كثيرة. يعني إذا تجين لمرض الاكتئاب مثلا راح تلقين يعني عشرات الأدوية، للدهان نفس الشيء، يعني أدوية القلق وغيرها. فتطور العلاج النفسي بشكل كبير وفي تطور مستمر. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أمي أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. دكتور، موضوع التوحد، نلاحظ انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال الآن بشكل كبير، كيف يميز الوالدين اليوم أنه ابنهم يعاني من هذه المشكلة ولمن يراجعهم في البداية؟ نعم، هو التوحد الحقيقة من الأمراض المهمة اللي تصير بالأطفال، واللي صار بالفترة الأخيرة اهتمام كبير بيها، ويمكن حتى صارت مبالغة يعني بموضوع التوحد. التوحد يعني يعني هو طبعا يبدي من السنوات الأولى عمر الطفل بشغلتين رئيسية. الأولى هي موضوع التواصل، يعني أنه وجود لغة عند الطفل أو لا. فالطفل التوحد عادة يتأخر بالنطق، قسم منهم لغته ما تتطور يعني ما يعرف يستخدم اللغة، قد ما تكون عنده لغة للتالي، أو قد تكون لغة ببغائية مثل يردد جمل معينة مثلا، أو قد تكون لغة يعني مثلا غير سليمة مثلا ما يعرف يستخدم الضمائر. وقسم من الحالات اللي هم نعتبرها حالات توحد خفيفة ممكن تكون عندهم لغة. الشيء الثاني هو التواصل الاجتماعي. عادة التوحد هو من اسمه هو أنه ما يتواصل ويا الآخرين، يعني ما ينظر عيون الآخرين، يكون منعزل، الفعاليات اللي يقوم بها تكون دائما فعاليات انفرادية. فهذه هي العرضين الرئيسيين في التوحد. أكو أعراض أخرى طبعا ثانوية يعني، بس التوحد يعني يجب أن يشخص من قبل الطبيب النفسي المختص. لا يجوز تشخيص التوحد يعني من قبل ناس آخرين، أو على أساس مثلا يدخلون على النت ويشوفون تطبيقات معينة ويشوفون إيش قد أكو أعراض وكذا، لأنه هذه راح تكون مو دقيقة. وتشخيص التوحد تشخيص يعني صعب، ممكن أنه يستغرق وقت طويل يعني. مرات لأنه قسم من الناس يجي مثلا طفل بعد عمره سنة أو سنة ونص، يشوف مثلا يتابع الأشياء اللي تفتار، أو مثلا يسوي حركات متكررة معينة ويصورون أنه عنده توحد. لا، هو التوحد هي مجموعة من الأعراض اللي ما يقدر يشخصها غير الطبيب، ومرات تحتاج وقت، يعني صعب أنه تشخيص التوحد بالسنوات المبكرة. يعني سؤال دائما يسألون، يعني الناس يسألون، هل يوجد علاج لمرض التوحد؟ التوحد هو مرض يعني ما يتعالج، ماكو علاج جذري إلا، ولكن أكو تأهيل. يعني الطفل ممكن نعالج الأعراض طبعا، أكو الأعراض اللي تزعج العائلة وتسبب مشاكل للطفل ممكن نعالجها، ولكن الشيء الأساسي هو التأهيل والتدريب. زين، وهذا يحتاج إلى يعني معاهد متخصصة، واللي هي الآن يعني منتشرة حقيقة كثيرا في بغداد وفي المحافظات، ولكن يعني تحتاج إلى أن تطوير قدراتها، لأنه كثير من عندها ما زال قدراتهم متواضعة. دكتور، اليوم العالمي للصحة النفسية اللي يوافق 10 من تشرين الأول من كل عام، كيف كان الاحتفال هذا العام بهذه المناسبة في وزارة الصحة؟ والله الحقيقة وزارة الصحة يعني خصوصا في يعني زمن الوزير الحالي معالي الدكتور صالح حسناوي اللي هو طبيب نفسي أصلا، يعني تهتم كثيرا بالصحة النفسية. والحقيقة يعني خلينا نقول حققنا أشياء يعني ما كنا نحلم بها. يعني مثلا ما كنا نحلم بأن يصير عندنا مستشفى كبير للإدمان،
وايضا اكو مشاريع يعني بالطريق، واكو اهتمام بالصحه النفسيه حقيقه. يعني الاحتفال كان احتفال جيد، وشاركوا به يعني عدد من الساده النواب والمدراء العامين في وزاره الصحه والمنظمات المجتمع المدني ومنظمه الصحه العالميه، والمعالي الوزير حضر والقى كلمه مهمه به، وكان اعتقد يعني احتفال يليق بهذا اليوم المهم. نعم دكتور، خلينا نتحدث الان عن موضوع الانتحار. الانتحار ايضا من الظواهر اللي اصبحت شائعه بمجتمعاتنا وبدت في تزايد كما هو في العالم، طبعا لضغوط حياتيه مختلفه وظروف اخرى. نحب نسمع من حضرتك تعليق حول هذا الموضوع، لماذا تحدث هذه الحالات؟ نعم، اول شيء الانتحار بالعراق هو لا زال يعتبر من الدول الواطئه النسبه بالانتحار. نعم. يعني يمكن الاعلام يعني خلينا نقول قبل ما كان تذكر حالات الانتحار، نعم. الان بدات تذكر بالاعلام وتبرز. طبعا لازم نفرق بين انتحار وبين محاولات انتحار. نعم. مو كل محاولات الانتحار يقصد بها الانتحار او الموت، مرات الانتحار هو وسيله لايصال الصوت الى الاخرين او جذب طلب المساعده او جذب الانتباه. نعم. او غيرها. الملفت بالعراق انه الانتحار يعني عدد او نسبه المنتحرين اكثر بين الشباب. نعم. وهذا مختلف عن كثير من دول العالم اللي هي عاده بعد ال 45 سنه النسب تكون اعلى. وهذا ايضا يعني بعد احنا يعني بدراستنا لهذا الموضوع. نعم. شفنا انه الضغوط الاجتماعيه والاقتصاديه هي السبب الرئيسي للانتحار بين الشباب. نسبه يعني الامراض النفسيه بين المنتحرين كانت أقل بكثير من دول العالم الأخرى. نعم. وكثير من المنتحرين للأسف يعني لم يعني يستشيروا طبيب نفسي ولم يذهبوا إلى المستشفيات النفسية. نعم. يعني أكو طبعا بينهم تقريبا 25% من الحالات اللي درسناها هم مرضى نفسيا، ولكن بالدول العالم تقريبا 90% من اللي ينتحرون هم مرضى نفسيا. نعم. هل هو اكثر بين النساء ام الرجال؟ هو الانتحار يعني اكثر بين الرجال. المحاولات الانتحاريه اكثر بين النساء، بس الانتحار اكثر بين الرجال، واللي هو نسبته تقريبا ثلاث رجال الى امراه واحده. لكن ايضا شيء ملفت بالانتحار بالعراق انه ذول الشباب اللي هم بين عمر العشرة الى 30 سنه، واللي كانت نسبه الانتحار الاعلى بيناتهم، كانت النسبة تقريبا متقاربة بين الذكور والإناث. يعني تقريبا 1:1. نعم. وهذا أيضا فشيء يعني يحتاج إلى دراسة وتحري عن الأسباب. كيف نحد من هذا الموضوع؟ أول شيء يعني إحنا قلنا أنه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كانت السبب. نعم. أحد الأسباب الرئيسية. نعم. فلذلك نحتاج إلى أنه يعني نحل المشاكل. نعم. يعني نقلل من آثار الفقر والبطالة على الناس. الشباب ذولا محتاجين أن نعطيهم الأمل بالمستقبل، لأنه يعني كثير من عندهم يائسين لأنه يعني ماكو فرص عمل. يعني الفوارق الطبقية صارت يعني كبيرة بالمجتمع. وهذه مؤذية للطبقات الفقيرة. الرعاية يعني الرعاية النفسية يجب يعني توفيرها للي محتاجين لها. أيضا توعية الناس أنه لما الشخص يبدي يهدد أو يقول أنه أنا أريد أنتحر أو دا أفكر أنتحر، يجب أن نأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار. نعم. وما نهمله وما نتجاهله. نعم. متابعينا الكرام، فاصل أخير وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا، مع الأستاذ الدكتور نصيف الحميري رئيس المجلس العلمي لاختصاص طب النفسي في البورد العراقي. دكتور، نصيحة تحب توجهها اليوم متابعينا حول الصحة النفسية والطب النفسي؟ احنا مثل ما قلنا انه الصحة النفسية يعني ركن مهم من اركان الصحة، ومن يعني هي ركن مهم لبناء المجتمع حقيقة. فلذلك يجب ان نهتم بها، يجب ان نهتم بصحتنا النفسية مثل ما نهتم بصحتنا البدنية، وان لا نخجل ابدا من مراجعة الطبيب النفسي. والمرض النفسي مو بس يسوي اعراض نفسية، ممكن يسوي اعراض بدنية. كثير من الناس يعانون مثلا من تهيج القولون، من ضيق بالنفس، من تسارع بدقات القلب، من صداع، من آلام، أوجاع، نحول، قلة شهية. هذه قد تكون يعني يعني علامات لمرض نفسي. نعم. ولما الأطباء الآخرين يقولوا لهم أنه أنتم عندكم حالة نفسية وأنه فحوصاتكم سليمة، يعني يجب أن لا يتذمروا من هذا الشيء، ويجب أن يراجعون الطبيب النفسي. والطبيب النفسي هو طبيب مثل باقي الأطباء، وماكو داعي للخوف ولاكو داعي لأنه
يعني نقول نضل نحمل هذه الأفكار السلبية حول المرض النفسي وحول العلاج النفسي. دكتور، نتكلم على نقطة أخيرة حول الألوان وتأثيرها على الصحة النفسية. لاحظ دراسات عديدة حول الألوان وتأثيرها في الصحة النفسية، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ والحقيقة البيئة، هي الألوان جزء من البيئة. نعم. البيئة لها تأثير كبير على الصحة النفسية بالتأكيد. يعني احنا مثلا نشوف لما تكون درجات الحرارة عالية الناس يتعصبون بسهولة. نعم. ويصيرون أعصاب وكذا. لما يكون اكو بلدان مثلا بيها غيوم كثيرة وشمس ماكو، اكيد هذه ايضا تسوي لهم اكتئاب وغيرها. فالبيئه مهمه، يعني الالوان اكيد مهمه، يعني لذلك يعني شوفين يهتمون مثلا بالالوان، مثلا الجدران في المستشفيات، في مكانات العمل، في غيرها، كل ما كانت الالوان هادئه والوان يعني تجلب البهجه كل ما كان يعني هذا يعني في مصلحه الصحه النفسيه. نعم. شيء آخر تحب تضيفه اليوم دكتور؟ وشكرا لمعلوماتك القيمة. أول شيء يعني أحب أشكركم على استضافتكم واهتمامكم بالصحة النفسية. شكرا. وأشكر الأخوة المشاهدين اللي يعني استمعونا، وأتمنى أنه المريض النفسي نعتبره مريض، نساعده ونسانده وما نستهزئ به وما نزيد الهموم عليه. نعم. وما نزيد الضغوط عليه، ويجب أن نتكاتف، و المريض النفسي له حق بالعلاج مثل كل المرضى الآخرين. المدمن هو أيضا مريض وله حق بالعلاج، ويجب أن نتعامل معه كمريض، ما نتعامل وياه كمنحرف أخلاقيا، لأنه بالنهاية هم دول أولادنا وراح يبقون بهذا المجتمع، وإذا ما عالجناهم راح يبقون يسببون المشاكل والخسائر ونخسر دورهم بالمجتمع. فلذلك يجب أنه نساعدهم بالعلاج، وانه يعني من يأس، يعني ممكن المريض المدمن ينتكس مره او مرتين او ثلاثه، ويجب. نعم. ان نظل نساعده ونجيبه للعلاج. موضوع التنمر نسينا نتكلم عنه، موضوع حقيقة كبير امور كثيره بالصحه. نعم. النفسيه ما نقدر بشكل مختصر بهذا الوقت دكتور القصير، بس اكيد. نعم. انا اقول يعني موضوع التعليم يجب ان نعيره اهميه كبيره، خصوصا. نعم. بالنسبه للاطفال، لان الاطفال هم اللبنه الاساسيه لبناء المجتمع. اذا انشانا جيل يعني سليم نفسيا راح ننشئ مجتمع سليم نفسيا. نعم. للأسف التعليم بالعراق يصير عبء على الأطفال وعلى العوائل، ويجب. نعم. إعادة النظر في أسلوب التعليم بالعراق. نعم. المدرسة الآن يعني كلها دروس وامتحانات وكذا، مدى تنطي يعني فرصة للطلاب للعب، لتطوير مهاراتهم الاجتماعية؟ يعني دا نترك الاهتمام بالمهارات وبالسلوك، وده نترك دروس التربية الفنية، ده نترك دروس التربية الرياضية، وهذه كلها تساهم في تنمية شخصية الطفل. فأنا أتمنى أنه نعيد النظر بالمناهج الدراسية، وندرب المعلمين والمعلمات بشكل جيد، لأن لهم تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال. طبعا شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي قدمتها حضرتك اليوم بحلقة اليوم. متابعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه تحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي، وتحيات كادر البرنامج. إلى اللقاء.